مساء الخير. مساء الخير. انا اسالك وانت ترد بالربابه. حاضر يلا. خلاص شفتها قبل كده. ما انا جاي. اسمك ايه الاول؟ محسن الشيخ. لا اقول لك كده. حاضر يلا. اسمك ايه؟ لا عايزين كلام من ده. اغرب حاجه بتعملها بالربابة ايه؟ صوت مثلا ولا حاجه؟ الصوت في الصوت اللي هو الحزين. اه ممكن اعمل صوت فرايحي يعني على حسب اللحن. زغروطه مثلا ممكن. وريني الزغروطه كده. طب واحد بيعيط. ده بيعيط. طب واحد بيضحك. دي ضحكه دي؟ اه طبعا. شغال ايه فرقه ولا بتشتغل كده عشوائي يعني؟ شغال في خيام رمضانيه. والله؟ اه. وجاي هنا ليه؟ ماشي رايح فين؟ يعني عندك خيمه مع الفنان اسلام البراء. مع سلام. اسلام مين؟ اسلام البراء. اه سلم لي عليه. ربنا يكرمك يا رب. ربنا يخليك. اسمك ايه؟ محسن الشيمي. عاوز اقول ايه بقى؟ يعني بالربابه كده. يا شعبان سألك سؤال كده يمكن تكسب. هو تضربهم ثلاث ارقام مجموعهم زي ضربهم، وانت طبعا رزقك على الله بقى كل يوم. على الله كل الله. اه الاجابه ايه؟ لا تاني السؤال كده عشان ما سالتك مرتين. جواب الربابه. الربابه ماشي. ثلاث ارقام لو جمعتهم ضربتهم النتيجه واحده. النتيجه واحده؟ يعني النتيجه كام؟ 0-0 ولا ايه؟ مين اللي كسبان؟ 0-0. اه تضربهم تجمعهم. اسمك ايه؟ محسن الشيخ. عم محسن بقول لك وسام طيب. وده الفن المصري يعني مش عارف نعمل الفراعنه دي ولا ما سالتش عليها. الفراعنه الربابه طبعا. على فكره دي سهله يعني. زمان وانا صغير كان عندي كام ربابه؟ ايوه امسكها. صغيره صغيره دي من هنا؟ اهي تحت شويه. هيجي منه.